هذه السورة التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بعدما سمعت أذناه كلاما جارحا مؤذيا سمعه النبي صلى الله عليه وسلم من امرأة من أهل الجاهلية أو من مجموعة من الجاهلية الذين لم يعرفوا قدر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعرفوا حقيقة علاقة النبي صلى الله عليه وسلم بربه وعلاقة النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي الذي ينزل عليه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل كل ليلة منذ نزلت عليه يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. لم تخلو ليلة من ليالي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا في مكة ولا في المدينة من قيام الليل إلا ليلتين في عهد مكة أصيب فيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بوعكة فلم يقم الليل أو قام منه قليلا. لم يسمع الجاهلية تلاوة القرآن ليلا كما كانوا يسمعون، وكانت قريش يخرج بعض أفرادها يتسللون لواذا ليستمعوا لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم. كان من بين أولئك المتسللين أبو جهل بن هشام يتسلل فيستمع للقرآن، كان من بينهم أبو سفيان قبل إسلامه، عتبة وغيرهم من كبار المشركين في النهار يحاربونه وفي الليل يستمعون له. وتلك الليلة لم يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم الليل أو لم يقرأ كما كان يقرأ، فإذا بهم ينظر بعضهم إلى بعض، والمعلوم أنهم ما شاءوا أصلا إلا ليستمعوا إليه، لم يسمعهم مثل ما كان يفعل، ولم يكن قصده أن يسمعهم، إنما قصده أن يمتثل أمر الله. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. في كل ليلة يرتل رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن ترتيلا، إلا في تلك الليلة لم يرتله للوعكة التي أصابته أو رتله في نفسه ولم يجهر بصوته. المهم أن صوته الذي كان يخترق الظلام إلى آذان هؤلاء الصم لم يخترقها تلك الليل. فتكلمت امرأة وقالت انتهى الأمر، لقد قلى رب محمد محمدا وقد ودعه وتركه وسيستبدله بنبي آخر غيره، ومن غد يتكلم من يتكلم في مكة. سمعتم الخبر ما هو؟ محمد قلاه رب أي كرهه وبغضه وأيضا ودعه تركه وسيستبدله بنبي آخر. من سيكون النبي الجديد الذي سيستبدل به محمد صلى الله عليه وسلم؟ وتصل هذه الكلمات تصل إلى مسامع النبي صلى الله عليه وسلم. قد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، هم يقولون منكرا من القول يزورا، هم يقولون كذب وبهتان، وما تركوا إثما ولا منكرا ولا قولا قبيحا إلا قالوه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ساحر، مجنون، قلاه ربه، بغضه ربه، تركه ربه، سيستبدله ربه بأحد القريتين، برجل من القريتين عظيم، إلى غير ذلك من الأقوال. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يدفع ذلك إلا بالفرار إلى الله، واسجد واقترب، كلا لا تطع، واسجد واقترب. وصل الكلام
للنبي صلى الله عليه وسلم، ووصل الكلام لبعض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم حديث العهد بالإسلام، لم يستقر بعد الإيمان في قلوبهم. ما هذا؟ وفعلا انتشر هذا القول ولم ينزل جبريل، اليوم الأول اليوم الثاني ما نزل، فبدأ الناس يعني يتشككون، لعل فعلا ما قيل صحيح، لعل ربه فعلا قلاه، لعل ربه غضب عليه، لعل الوحي الذي كان ينزل عليه انتهى سينزل على رجل آخر. وينزل جبريل عليه الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه السورة التي نزلت كالضحى في ضيائها، نزلت كالضحى في بيانها لما أخفاه القوم من حقد وحسد، نزلت كالضحى في ضيائها لبيان مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الله، نزلت كالضحى في إشراقها لبيان إشراق قلب رسول الله بمحبة الله، ولبيان إشراق كلام الله في قلب رسول الله، ولبيان مكانة رسول الله عند الله. قال الله جل جلاله: بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. هذه السورة العظيمة التي بينا سبب نزولها ندخل الآن إليها مستأذنين في الدخول إليها من واو القسم وبالمقسم به والمقسم عليه لنصل بذلك إلى حقيقة الأمر الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم إبان نزول هذه السورة. هذه السورة من أوائل ما نزل من القرآن، وافتتحت بقوله: والضحى والليل إذا سجى. وهذا ليس ببعيد عن السور التي سبقتها في الترتيب، ترتيب المصحف، فإنها فيها سورة الفجر والفجر وليال عشر، وسورة الشمس وضحاها، وسورة والليل إذا سجى، وجاءت سورة الضحى بعد ذلك لبيان أن الزمان له أهميته ومكانته. ولكن لماذا اختير من الزمان لفظ الضحى ووقت الضحى كما اختير وقت الفجر واختير وقت العصر؟ والفجر والضحى والعصر، ولا نجد في الأقسام والظهر، ولا نجد في الأقسام والمغرب، ولا نجد في الأقسام والعشاء والعتمة، لكن وجدنا الفجر والضحى والعصر. لماذا؟ ووجدنا الليل كله وليال عشر والليل إذا سجى، ووجدنا النهار كله والنهار إذا تجلى، لكن وجدنا من النهار هذه الأوقات الثلاث: الفجر في أوله، والضحى في وسطه، والعصر في آخره، ووجدنا الآصال في منتهى. فما هي العلاقة بين المقسم الضحى، المقسم به الضحى والليل إذا سجى، وهما قمة التناقض؟ الضحى قمة الضياء والحرارة والحركة والحيوية،
والليل إذا سجى قمة البرودة والهدوء والسكون والنوم والراحة. ما العلاقة بين الضحى وحركته وضيائه والليل وسكونه مع الحدث الذي ستتكلم عنه هذه السورة؟ ما ودعك ربك وما قلى. الودع أو الوداع يكون بين المحبين. ودع هريرة إن الركب مرتحل، والمحب يودع حبيبه إذا حصلت يعني فرصة للقاء، فإذا أراد أن يفترق ودع كل منهما صاحبه، ويحصل بين المحبين: أودعكم وملء القلب صاب ودمع مدامعي بدم مشاب. إذن الوداع يحصل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يسافر ودع أهله، وإذا أراد أحد أن يسافر ودعه النبي صلى الله عليه وسلم. فكان في دعائه: أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم وخواتيم أعمالكم، زودكم الله التقوى وغفر ذنبكم ويسر لكم الخير حيثما كنتم أو أينما كنتم. إذن هذا الوداع. والضحى: والليل إذا سجى ما ودعك، ما ودعك أي ما تركك، لأن المودع يترك المودع، وكلاهما يحب الآخر. وهنا فائدة: أنه لما كان النفي نفي للوداع جاء الضمير ضمير المخاطب: ما ودعك ربك. لكن لما كان الكلام عن القلى وهو الغضب، لما كان المعنى عن القلى وهو الكره والبغض، لم يقل له وما قلاك، بل قال وما قلى. فهمتم هذه؟ فالودع بين المحبين ممكن، لكن القلي والكراهية والبغضاء لا تلتئم مع الحب. فعلم من هذا أن حب الله لرسوله صلى الله عليه وسلم عظيم، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في معية الله لا ينفك عن معيته. قال: كلا إن معي ربي سيهدين. من قالها؟ موسى. ومحمد صلى الله عليه وسلم في الغار يقول: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ فينزل القرآن ثاني اثنين: إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فكون ربنا جل جلاله لم يودع نبيه، لم يترك نبيه، فمعنى ذلك أنه معه. فإذا كان الله معه فهو معه في قوله، إذا قال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهو معه في فعله إذا فعل، فلا يفعل المصطفى صلى الله عليه وسلم إلا شرعا: خذوا عني مناسككم، صلوا كما رأيتموني أصلي، فأفعاله كلها معصومة من الخطأ لأن الله معه، وأقواله كلها معصومة من الخطأ لأن الله معه، وتقريراته وسكوته عن الأشياء التي تحصل بين يديه كلها شرع لأن الله معه. ما ودعك ربك، فإذا قاتل فهو المنتصر لأن الله معه، وإذا حاجج فهو الغالب لأن الله معه، وإذا استشفع فهو المشفع لأن الله معه. ومن كان الله معه لا يخاف دركا ولا يخشى، ومن كان الله معه فهو الأعلى. والضحى: والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. ولما كان الحدث كلام من جهة باطل كله، ظلام كله،
سواد كله، وكلام آخر من جهة نور كله وضياء كله، كان القسم بالضحى وبالليل إذا سجى مناسب. فما قاله المشركون ليل سجى، وما قاله الله الضحى الذي لا يترك لسواد الليل مكانا. فالحق إذا جاء أزال الباطل بالكلية. قل جاء الحق، ماذا حصل للباطل؟ وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زهق. تبقى قلوب المشركين مظلمة حتى يأتي الحق إليها فيزيل الحق ظلامها، فإذا بها تشرق بنور الله جل جلاله، بنور توحيده، وأشرقت الأرض بنور ربها، كذلك تشرق القلوب المؤمنة بنور ربها، كذلك تشرق الآفاق بنور الله جل جلاله الذي هو منور هذا الكون كله، والحق نور، والله ولي الذين آمنوا، وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والضحى، وفي القسم بالضحى بيان لأهمية هذا الوقت، وقت الضحى، فهو من أفضل أوقات مناجاة الله جل جلاله في النهار بعد وقت صلاة الصبح. أفضل وقت للصلاة، صلاة النافلة، وقت الضحى. ولذلك لما عدد النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة، فقال صلى الله عليه وسلم: على كل سلامة من ابن آدم صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. فكل تسبيحة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وتعين أخاك على دابته فتحمله عليها صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. فعدد صلى الله عليه وسلم من الصدقات، ثم ختم بقوله: ويغنيك، وفي رواية: ويكفيك من ذلك كله ركعتين تركعهما وقت الضحى. سبحان الله، ركعتين وقت الضحى تغنيك عن التسبيح والتهليل والتكبير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومساعدة الآخرين. نعم، إذا كانت الصدقة على السلامة وهي عظامك الهيكل العظمي، فقيام هذا الجسد في هذا الوقت صدقة عن الجسد. ولهذا قيل: أفضل نوافل النهار صلاة الضحى، وأفضل نوافل الليل صلاة الوتر. فالوتر يكون في شدة سواد الليل، والضحى يكون في شدة ضياء النهار. والضحى وثمة صلاة، والليل إذا سجى وثمة صلاة، وصلاة في الضحى وصلاة في الليل يحصل فيهما من نعم الله ما فيهما. لذلك قال: ما ودعك ربك وما قلى، ولن يدع ربنا مصليا له قد أدى الفرائض وأتبعها بالنوافل وحافظ على الضحى والوتر. والضحى والليل إذا سجى، الليل إذا سجى ما معنى؟ ولماذا لما قال الضحى لم يأتي بساعة من الليل مثل العتمة، وإنما جاء بالليل كله مقابل ساعة الضحى؟ هذا دليل على ماذا؟ على أهمية هذه الساعة، وفيها إشارة إلى أن من فاته ورده من الليل فليصليه من الضحى.
ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن وتره من الليل فليصليه من النهار. صليه من النهار، متى يصلي؟ قبل طلوع الشمس أو بعد طلوعها؟ بعد طلوعها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فأصبح عندنا أوقات النافلة في النهار من طلوع الشمس وهو الإشراق إلى أذان العصر. فأي هذه الأوقات أفضل؟ أفضلها الضحى، وهو وسطها، وهي صلاة الأوابين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. والفصال هي أولاد الإبل الصغيرة، إذا اشتد حر الأرض الرمضاء قامت، فهذا الوقت الذي تقوم فيه الفصال عن الأرض من حرارتها هو وقت صلاة الأوابين إلى الله، والأوابون الرجاعون إلى الله سبحانه وتعالى. والليل إذا سجى، سجى بمعنى غطى، في قصة وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: فدخل أبو بكر رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم مسجى، أي مغطى، فكشف عن وجهه وقبله بين عينيه وقال: أما والله إن الموتة التي كتبها الله عليك قد ذقتها، أما والله لن تموت بعدها أبدا، سلام عليك طبت حيا وميتا. ثم خرج إلى الناس. الشاهد قولها: ورسول الله صلى الله عليه وسلم مسجى، أي مغطى، والليل إذا سجى أي غطى. غطى ماذا؟ الليل يغطي كل شيء مر عليه، حتى الشمس يغطيها. ولهذا مر معنا في سورة الشمس: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، يغطيها ويسترها. فالليل يسجو ويغطي، والنهار يجلي، والضحى ساعة من ساعات النهار يقسم الله عز وجل بها. طيب، لماذا الاهتمام بهذه الساعة والقسم بها؟ لأنها ساعة أهل الدنيا، ساعة العاشرة صباحا، ماذا يفعل الناس؟ أهل الدنيا كل في دنيا، صاحب الدكان في دكانه، وصاحب الوظيفة في وظيفته، وصاحب المصنع في مصنعه، وصاحب المزرعة في مزرعته، وكل في دنيا قد أشغلته، شغلتنا أموالنا وأهلنا. في ذلك الوقت يقوم أهل الله، يقوم أولياء الله، يقوم عباد الله بين يدي الله في الوقت الذي ينشغل فيه أهل الدنيا بدنياهم. وفي نفس المقابل أيضا، والليل إذا سجى، حيث ينام النائمون ويتمتع المتمتعون مع أزواجهم أو غير ذلك، ويلهو اللاهون، تتجافى جنوب قوم آخرين عن مضاجعهم يدعون ربهم خوفا وطمعا. فدل على أن هذين الوقتين، الليل إذا سجى والضحى بعده، أنهما أوقات غفلة عن ذكر الله، وذكر الله في وقت الغفلة ومكان الغفلة له فضل عظيم. ذكر الله في وقت الغفلة بالنوم ونحوه، أو بالدنيا وأمورها، أو في أماكن الغفلة كالأسواق، له فضله. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى. عجيب أن القسم بأمرين، الضحى والليل إذا سجى، على أمرين: ما ودعك وما قال. ودع بمعنى ترك، وقلى بمعنى كره. والودع يناسبه الضحى،
لأن الذي يودع صاحبه في وقت الانصراف كل منهما ينظر للآخر، غالبا يكون الوداع نهارا، لأن السفر في الغالب يبدأ نهارا، والكره والحب ليلا. ما قلى ما كره، فدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب خلق الله إلى الله، لأنه ما ودعه وما كره، وبضدها تتبين الأشياء. فما دام ما كرهه معنى ذلك أنه يحب، وما تركه أنه معه، فالله معه والله يحبه. ومن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ويحب النبي صلى الله عليه وسلم فالله معه والله يحبه. لذلك أصبحت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل أعمال اللسان. من صلى علي مرة صلى الله عليه بها كم؟ 10. لماذا؟ لأن الله يحب. وأصبح طريقه طريق محبة الله، لأن الله يحبه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. اتبعوا من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. اتبعوني فيش؟ في أقواله إذا قال، وفي أفعاله إذا فعل، وفي وصفه إذا اتصف، وفي تقريراته إذا أقر. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يحببكم ويغفر. يحببكم، ما هو ضدها؟ يكرهكم. يغفر، ما هو ضدها؟ يعاقب ولا يغفر. لكن الله سبحانه وتعالى بين في القرآن كله وفي هذه السورة بالذات مكانة النبي صلى الله عليه وسلم. ما ودعك ربك وما قلى. هنا أضرب لكم مثل، لأنه بالأمثال يتضح المقال. لو شخص جاءه كلام أن ملك من ملوك الدنيا يكرهه ويبغضه ويهدده، وقال جاء واحد قال ترى الملك يكرهك ويبغضك ويهددك ويقول أنه ما يطيقك وأنه سيفعل ويفعل، يبقى هذا الأخ أو هذا الرجل يرتجف يخاف من هذا الملك من ملوك الدنيا. ثم فجأة جاءه خبر مؤكد من شخص مقرب من الملك، ترى الكلام الجاك كذب، ترى الملك يحبك ويدعي لك ويذكرك في المجلس ويقربك ويسوي ويفعل وسيعطيك وسيفعل وسيفعل، قديش تكون فرحته؟ وذا كلام من مخلوق المخلوق، فكيف إذا كان هذا الكلام من الخالق جل جلاله؟ قديش فرحة النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينزل على قلبه الوحي، نزل به الروح الأمين على قلبك، وهذا الوحي متعلق بشخصه الكريم عليه الصلاة والسلام، والله عز وجل قادر أن يتكلم بلا قسم، من غير ما يحتاج يقول والضحى، من غير ما يحتاج يقول والليل إذا سجى، يكفيه جل جلاله يقول ما ودعك ربك وما قال، لأنه سبحانه وتعالى من أصدق من الله قيل. هو لا يكذب إلا الخائف، يكذب خوفا، لكن الذي لا يخاف، الذي بيده ملكوت كل شيء، ليش يكذب؟ طيب لماذا القسم؟ القسم لزيادة التأكيد. طيب هذا القسم هل يجوز لنا أن نقسم به لمن نحب؟ هل يجوز لك تأتي لزوجتك وتقولها والضحى والليل إذا سجى أني نحبك؟ يجوز ولا ما يجوز؟ ليش ما يجوز؟ لأنه لا يجوز لغير الله أن يقسم إلا بالله. أما الله، لأنه العلي العظيم وله الأسماء الحسنى وصفات العلى، مالك الملك ذا الجلال والإكرام، فله أن يقسم بما يشاء من خلقه، فإن شاء أقسم بالزمان وهو خلق من خلقه، والفجر وليال عشر، والليل إذا سجى، والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، والضحى، والليل إذا سجى، والشمس وضحى، والقمر إذا تلا، لا أقسم بهذا البلد،
لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، له أن يقسم بما يشاء. لكن هناك حكمة، أن الله عز وجل لا يقسم بمخلوق إلا وذلك المخلوق فيه فوائد علمها من علمها وجهلها من جهلها، إما في الدين وإما في الدنيا. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. لماذا هنا قال ما ودعك ربك ولم يقل ما ودعك الله؟ هو ربه الله، لكن اختار لفظ الرب وقال ربك. لماذا؟ لأن الرب هو الذي خلق عباده وتحبب إليهم بعطاءاته، فكل ما بنا من نعمة فمن ربنا جل جلاله. قال تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، فكل ما تراه من كرمه، العلم من كرمه الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والأكل والشرب والحياة من كرمه، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، السماء والأرض والنبات والمطر والحياة، كل ذلك من فضله وكرمه. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ربكم، ما قال الله؟ ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ما ودعك ربك وما قلى، ليش ما قال وما قلاك؟ قبل قليل أجبت، من يجيب؟ في باب الودع قال ما ودعك، في باب القلي بمعنى الكراهة قال وما قلى، لبيان مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن قلب النبي صلى الله عليه وسلم قد يتحمل ما ودعك لكن لا يتحمل ما قلاك. لماذا؟ لأن القلي الكراهية، والكراهية لا تنسب أبدا للمحبوب، لأن الحب والبغض لا يجتمعان. هل يجتمعان؟ إذا أحببت عميت عينك عن المساوئ، وإذا كرهت عميت عينك عن المحاسن. عين الرضا عن كل عيب كليلة، كما أن عين السخط تبدي المساوية. فلما رضي الله عن محمد صلى الله عليه وسلم لم تأتي كلمة قلاك، لم يأتي حرف الكاف بعد قلا، لأن القلي الذي هو الكراهية لا يوجه لشخص محمد صلى الله عليه وسلم البت. ولهذا قال وللآخرة خير لك من الأولى. هذه الآية عظيمة جدا، وفيها أن كل ساعة من ساعات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل ثانية من ثواني حياته الثانية الآخرة خير من الثانية الأولى، والساعة الثانية خير من الأولى، واليوم الثاني خير من الذي قبله، وخير أيامه صلى الله عليه وسلم اليوم الذي لقي فيه ربه. خير أيامنا خواتيمها، وللآخرة خير لك من الأولى، والقيامة وما فيها خير له من الدنيا وما فيها، والمدينة الآخرة ومكة الأولى، وللآخرة مدينة خير لك من الأولى، من مكة خير لك. لماذا؟
لأن الأولى هاجر منها وهي مكة، والثانية هاجر إليها، ولما فتح مكة خاف أهل المدينة وقال الأنصار عاد محمد إلى وطنه. فتح مكة وأهل مكة أسلموا وسيجلس في مكة ويترككم يا أهل المدينة، وكأنه ودعهم أو كأنه قلاهم. وجاء الشيطان إلى بعضهم والنبي صلى الله عليه وسلم يقسم الغنائم، غنائم حنين، ويعطي لأهل مكة ولا يعطي الأنصار، أعطى الجماعة، أعطى لبني عمومتي، أعطى لأهل مكة ولم يعطي للأنصار. فقال بعض الأنصار أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعطهم لماذا؟ وبدأ الشيطان يوسوس لبعضهم حتى قال رجل وهو رئيس من رؤوس الخوارج، قال يا محمد اعدل، فوالله ما عدلت سائر اليوم، تعطي لجماعتك وبني عمومتك وتترك الأنصار. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك، من يعدل إذا لم أعدل أنا؟ طبعا لا أحد يعدل في الدنيا إذا ما كان محمد صلى الله عليه وسلم عاد. ويجمع النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار شيبا وشبابا فيجتمعون حتى لم يتخلف منهم أحد، فيقف فيهم خطيبا، يا معشر الأنصار، يقولون لبيك يا رسول الله، يا معشر الأنصار لبيك يا رسول الله، وهو يعلم ما في قلوبهم من محبته صلى الله عليه وسلم، وهم يعلمون ما في قلبه من مودتهم ومحبتهم، يا معشر الأنصار، ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي؟ بلى. ألم تكونوا متفرقين فجمعكم الله بي؟ بلى. ألم تكونوا فقراء فأغناكم الله بي؟ بلى. ألم تكونوا فذكرهم ودموعهم تسيل، لا يريدون أن يغضبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي نفوسهم أيضا لا يريدون أن الرسول صلى الله عليه وسلم يجلس في مكة ويتركهم. فلما أكمل خطبته فيهم قال يا معشر الأنصار، أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دياركم؟ تهللت وجوههم ورضوا وقالوا بلى يا رسول الله، رضينا ليذهب الناس بالشاة والبعير ونرجع نحن برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ديارنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الأنصار، الدم الدم والهدم الهدم والردم الردم، دمي دمكم ودمكم دمي، هدمي هدمكم وهدمكم هدمي. ثم رفع يديه صلى الله عليه وسلم وقال اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار، ولم يزل يدعو للأنصار والأنصار يبكون لا ترى إلا الدموع تنهمر على اللحى من شدة فرحتهم بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم وعودته إلى ديارهم، وحق لهم ذلك. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فأشرق منها كل مكان، فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم أظلم منها كل مكان. المدينة قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعرف إلا بالثرب المرض، وتسمى يثرب على فعل المضارع، من جاءها يثرب فيها أي يمرض ويموت. وقد قدم إليها عبد الله بن عبد المنطلب والد رسول الله صلى الله عليه وسلم فمات فيها من حماها. وقدم إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فطابت وخرجت الحمى منها، ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبصرا.
بعينه امرأة سوداء ذائرة الرأس تخرج من المدينة إلى الجحفة، ويقول في صبيحة يومه: رأيت البارحة امرأة سمراء أو سوداء ذائرة الرأس خرجت من المدينة إلى الجحفة. قالوا: فما أولتها يا رسول الله؟ قال: حمى المدينة. وانتهى اسم يثرب وأبدلت بطيبة وطابة، طابت حتى أصبح المريض إذا جاءها شفي. ترابها دواء، بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا شفاء لسقمنا، تمرها وثمرتها شفاء، من تصبح بسبع تمرات من تمر المدينة لم يصبه سم ولا سام ولا سحر، حتى هواها شفاء وأرضها دواء طيبة. استقبلت النبي صلى الله عليه وسلم حيا وميتا، وسيبعث منها يوم القيامة. قبر حوى جسد النبي صلى الله عليه وسلم فطاب، وطاب ما حوله، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أقبل من سفر وأبصر المدينة من حبه لها يسرع في سيره إذا كان ماشيا، أو يضرب دابته لتسرع ويقول: هذه طيبة، هذه طابة، حبا لها وفرحا بها، وهو يقول: من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليفعل، فإني شفيع لمن مات بها. وهو يقول عليه الصلاة والسلام: من استطاع منكم أن يكون له أصل بالمدينة فليفعل. والضحى: والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى. المدينة خير لك من مكة، والجنة خير لك من الدنيا وما فيها، وللآخرة خير لك من الأولى، وموقفك في الآخرة أمام العالم خير لك من جميع مواقفك في الدنيا أمام أهل الدنيا، لأن ذلك الموقف موقف الشفاعة، موقف سيخصك الله به ولسوف يعطيك ربك فترضى، يعطيك ربك في جسدك فترضى. أيها الناس، إني لأسمع ما لا تسمعون وأبصر ما لا تبصرون، أطت السماء وحق لها أن تئط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك قائم أو راكع أو ساجد هو كذلك حتى تقوم الساعة. يعطيك ربك في سمعك فتسمع ما لا يسمعه غيرك، يعطيك ربك في بصرك فتبصر ما لا يبصره غيرك. لقد رأى من آيات ربه الكبرى ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. يعطيك في لسانك فترضى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يعطيك في صدرك فترضى لم نشرح لك صدرك، يعطيك في قوتك فترضى. وأعطي عليه الصلاة والسلام قوة 40 رجل في شخص واحد. يعطيك ربك فترضى في أمتك، من جاء بالحسنة من أمتك فله كم؟ 10 أمثالها. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا حسن إسلام المرء كتب الله له الحسنة 10 أمثالها، إلى 100 ضعف، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. واقرأوا إن شئتم بسم الله الرحمن الرحيم: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما ولسوف يعطيك ربك فترضى في آل بيتك. مودتهم من مودة رسول الله، ومودتهم ومحبتهم من شكر الله على نعمة القرآن. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ثقل تركه بعده في أمته، تركت فيكم ثقلان: كتاب الله وعترتي، لا يفترقان حتى يرد علي الحوض يوم القيامة. ولسوف يعطيك ربك فترضى.
يعطيه في أمته وفي صحابته. أما صحابته الكرام فأعطاه الله فيهم حتى رضي. لو أن الأمة بحذافرها جمعت صلواتها وزكواتها وحجها وجهادها وجميع أعمالها ما وصلت قدر صوت أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا عشره ولا معشار. قوم وصفهم الله في القرآن فقال سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثل في التوراة ومثل في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، يغيظ بهم الكفار. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين قال الله عز وجل فيهم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ولسوف يعطيك ربك فترضى. توبة تنزل على صحابته بالتفصيل، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، ولسوف يعطيك ربك فترضى. أعطاه الله سبحانه وتعالى الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر. كوثر الدنيا الخير الكثير الأجر العظيم الغفير الذي لا حد له، وكوثر الآخرة نهر في الجنة يجري. هذا النهر تفجر من تحت العرش، ينزل منه ميزابين على حوضه صلى الله عليه وسلم في المحشر. هذا الحوض قبل الصراط، ويشرب منه المؤمنون المتبعون لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويذاد عنه أهل البدعة والضلال. ألا إنه ليذاد أقوام من أمتي عن حوضي يوم القيامة، فأقول أمتي أمتي، فتقول الملائكة إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، فأقول سحقا سحقا بعدا بعدا، فيطردون. إنا أعطيناك الكوثر ولسوف يعطيك ربك فترضى. هل رضي النبي صلى الله عليه وسلم؟ أعطي أجر أمته، ما يصلي مصل ولا يزكي مزك ولا يسبح مسبح إلا كتب للنبي صلى الله عليه وسلم مثل أجره. وأعطي صلى الله عليه وسلم خيرا مما أعطي الأنبياء من قبله، ما أعطي نبي عطاء إلا أعطي النبي صلى الله عليه وسلم مثله أو خيرا منه. ولسوف يعطيك ربك فترضى. أعطى آدم الجنة، سكن أنت وزوجك الجنة، وأعطى محمد صلى الله عليه وسلم مفاتيح الجنة وقال له سكن أنت وأمتك الجنة، وشتان بين سكن أنت وزوجك وسكن أنت وأمتك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أما ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قالوا بلى يا رسول الله رضينا. قال أما ترضون أن تكونوا شطر أهل الجنة؟ قالوا بلى يا رسول الله رضينا. قال أما ترضون أن تكونوا ثلثي أهل الجنة؟ فوالذي نفس محمد بيده إن أهل الجنة 120 صفا 80 صفا منها من أمتي. ولسوف يعطيك ربك فترضى. آدم عليه السلام علم، وعلم آدم الأسماء كلها. علم ماذا؟ الأسماء. فتحدد المعلم آدم، والعلم الذي علمه الأسماء. لكن محمد صلى الله عليه وسلم وعلمك ربك، وعلمك ما لم تكن تعلم، علمك ما لم تكن تعلم. وهل توقف العلم؟ لا، وقل ربي زدني علما. طيب آدم بعد التعليم فنسي فلم نجد له عزما، ومحمد بعد التعليم سنقرئك فلا تنسى. نوح
ولسوف يعطيك ربك فترضى. أعطي عمرا طويلا، لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم أعمارهم ما بين 60 إلى 70، ولبث فيهم 23 سنة. فماذا أعطاه الله مقابل هذا العمر الطويل؟ أعطاه الله ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من 1000 شهر. 1000 شهر كم؟ 84 سنة إذا توالت. لكن إذا كان المراد في الشهر هذا شهر رمضان، لأن الله عز وجل يقول إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فأصبحت الليلة تدل على الشهر، فلا تنفك الليلة من الشهر كما لا ينفك الشهر من العام. فكانت ليلة القدر تدل على رمضان، ورمضان يدل على العام، لأن الليل واحدة من 30 ليلة، ولأن 30 ليلة وهو شهر هو جزء من 12 شهر التي هي السنة، فلا يمكن أن تستقيم 2 أو 4 أو 1000 شهر متوالية من شهر رمضان. فألف شهر رمضان تساوي كم سنة؟ 1000 سنة. فعلى ذلك كم لبث نوح في قومه؟ 1000 سنة. وليلة القدر وحدها أعطاها الله لهذا النبي صلى الله عليه وسلم وللأمة، وهي تساوي عمر نوح كله، هذه ليلة واحدة. فما بالك بمن وفق في عمره كل ليلة قدر، كم سيكون عمره؟ ولسوف يعطيك ربك فترضى. هود عليه السلام وصالح عليه السلام ولوط عليه السلام والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ما من نبي أعطي عطاء ولا معجزة إلا وأعطي النبي صلى الله عليه وسلم مثلها وخيرا منها. ومن أكثر الأنبياء كرما ومن أكثرهم معجزات إبراهيم عليه السلام. فهل أعطي إبراهيم خيرا مما أعطيه محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا. إبراهيم عليه الصلاة والسلام أعطاه الله عز وجل الإمامة، قال إني جاعلك للناس إماما. إماما لمن؟ للناس. والنبي صلى الله عليه وسلم واجعلنا للمتقين إماما، إمامة المتقين، وعلى رأسهم الرسل حيث صلى بهم إماما في المسجد الأقصى ليلة الإسراء. أيضا إبراهيم عليه السلام خليل، اتخذ الله إبراهيم خليلا، ومحمد صلى الله عليه وسلم حبيب وخليل. لو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، لكن صاحبكم خليل الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فهو حبيب الله وخليله. 2، إبراهيم عليه السلام دعا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وجعل الله في ذريته النبوة والكتاب، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل الله في أمته علماء كأنبياء بني إسرائيل، فعلماء هذه الأمة في فضلهم كأنبياء بني إسرائيل، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، والعلماء ورثة الأنبياء. موسى عليه السلام أعطي العصا، ضرب الحجر فانفجرت منه 12 عينا، وضرب البحر فانفلق فكان كل فلق كالطود العظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم أعطي أصبعه، ما أشار لشيء إلا استجاب الله له، أشار بأصبعه للقمر فانشق، وانشقاق القمر أعظم من انشقاق البحر، وتفجر الماء لموسى من حجر، وتفجر للنبي صلى الله عليه وسلم من بين لحم ودم من يده صلى الله عليه وسلم، وخروج الماء من اليد معجزة أعظم من خروج الماء من الحجر، لأن الحجارة منها ما يخرج منه الماء، لكن البشر ليس منهم ما يخرج منه الماء الذي يشرب، لكنه من يد النبي صلى الله عليه وسلم تفجر الماء. حتى قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه فتح الباري، قال والماء الذي تفجر من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم أعظم بركة من ماء زمزم، لأن ماء زمزم تفجر من الأرض، وهذا تفجر من جسد النبي صلى الله عليه وسلم، والفرق بينهما كالفرق بين الأرض وجسد النبي صلى الله عليه وسلم. ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى،
ووجدك عائلا فأغنى. هنا دخلنا إلى إعجاز بلاغي علمي عجيب جدا، وهو إعجاز الثلاثات. ما هو الإعجاز هذا؟ الآن لاحظوا معي، ثلاث آيات ثلاث آيات ثلاث آيات، بعد القسم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قال، هذا قسم وجواب. طيب إيش اللي بعدها؟ بسم الله، وللآخرة هذا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. هذه ثلاث آيات مضمونها واحد، خبر من الله. ما ودعك خبر، وما قلى الآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى، ثلاث آيات. طيب شوف الثلاثة الثانية، ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى، ثلاث آيات. طيب نشوف الثلاث آيات الأخيرة، فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. طيب خلينا نشوف المعجزة في المسألة. الآن نأخذ الآية الأولى من كل ثلاثة، لنجد أن الآية الأولى من الثلاثات متفقة. خلوكم معي، ما ودعك ربك وما قلى، إيش يقبلها؟ ألم يجدك يتيما فآوى، في علاقة ولا لا؟ ما ودعك يعني ما تركك، وما قلاك ألم يجدك يتيما، لو كان سيقليك ويتركك كان تركك وانت يتيم، مو بعد ما تكون رسول يتركك. هل هذا وقت الترك ولا أول يوم كنت يتيم وضعيف؟ واضح الآن؟ طيب خلينا نشوف الآية الأولى من الثلاثة الأخيرة، الثلاثة الأخيرة، فأما اليتيمة فلا تقهر. طيب دعونا نقرأ الآيات الأول من الثلاثات متتالية. ما ودعك ربك وما قلى ألم يجدك يتيما فآوى فأما اليتيمة فلا تقهر، العلاقة واضحة؟ الآية الثالثة بين علاقة واضحة جدا. طيب خلينا ننتقل للآية الثانية، وللآخرة خير لك من الأولى، طيب، ووجدك ضالا فهدى، الآخرة والأولى، الهداية والضلالة أية أفضل؟ الهداية، وجدك ضالا هذه الأولى، فهدى هذه الثانية، والآخرة خير لك من الأولى. طيب خلينا نشوف، وأما السائل فلا تنهر. طيب السائل أحد أمرين، سائل فقير يريد مال أو سائل جاهل يريد علم. فإذا كان هداك فعليك أن تهدي غيرك، إذا كان أغناك فعليك أن تعطي غيرك، إذا كان آواك عليك أن تؤوي غيرك. آخر آية نسمعها بعد الأذان، الآية الأخيرة من الثلاث آيات الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، الآية الأخيرة من الثلاث الثانية، ووجدك عائلا فأغنى، الآية الأخيرة من الثلاث الأخيرة، وأما بنعمة ربك فحدث. طيب عندما نقرأ هذه الآيات نجد أن هذا الترتيب إلهي، يعني البداية خبر، ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى، هذا خبر. الثاني تقرير، أي لم يجدك يتيما فآوى؟ بلى. ووجدك ضالا فهدى؟ بلى. ووجدك عائلا فأغنى؟ بلى، صحيح، هذا تقرير. الثالث أمر، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. طيب ما العلاقة بين اليتيم والسائل والنعمة؟ هذا مربط الفرس،
من يجيب على هذا السؤال؟ ما العلاقة بين اليتيم والسائل والنعمة؟ تفضل. أيوة يعني أحسنت، كلام جميل، في إضافة؟ يعني كما أن الله عز وجل آواك وأنت يتيم، فعليك أن تشكر هذه النعمة بأن تؤوي اليتيم وتكفل اليتيم، وهذا شكر لنعمة إواية الله لك. وكما أنك كنت جاهل فعلمك، فعليك أن تعلم الجاهل، لأن هذا من شكر نعمة تعليم الله لك. وكما أنك كنت فقير وأغناك الله، فعليك أن تغني السائل والفقير كما أغناك الله. وهنا رسالة إلى أن النعمة تستقر في المجتمع إذا اعتنى المجتمع بصنفين، اليتامى والمساكين. وإذا ضيع المجتمع اليتامى والمساكين ضاع. شو الدليل؟ قال الله سبحانه وتعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، قدر بمعنى ضيق عليه رزقه، فيقول ربي أهانن. كلا، يعني لا تقول ربي أهانن، أهنت نفسك. ليه أهنت نفسك؟ بل لا تكرمون اليتيم، أما لو أكرمتم اليتيم لأكرمكم الله، ولا تحضون على طعام المسكين، ولا تحاضون على طعام المسكين، أما لو تحاضتم على طعام المسكين لأطعمكم الله وأغناكم الله، لأن جزاء الإحسان الإحسان، من أنفق ينفق عليه، من أكرم يكرم، من آوى يؤوى، وهكذا الجزاء من جنس العمل. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ألم يجدك يتيما فآوى. يجدك يتيما أو يوجدك يتيما، الله أوجده يتيما، لكن العبارة يجدك يتيما أي هذا اليتم أنت تعلمه عن نفسك، فآواك الله. طيب كيف كانت إواية الله لرسوله؟ هذه الآية حتى تفسرها تحتاج تقرأ السيرة النبوية من زواج عبد الله بآمنة إلى موت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، لأن كل هذا تفسير ألم يجدك يتيما فآوى. آواه أولا بمن؟ بحليمة السعدية التي أرضعته، وآواه بعدها بآمنة أمه التي حملته للمدينة وأرجعته، وآواه بعد ذلك بعبد المنطلب الذي تبناه وآواه وأجلسه على فراشه، وآواه بعد ذلك بأبي طالب الذي تبناه ورعاه حتى أصبح نبيا، حتى زوجه خديجة، وحتى ولد للنبي صلى الله عليه وسلم، وحتى أصبح نبيا، وأبو طالب يدافع عنه، وأبو طالب سيد قومه، وآواه بعد ذلك بمن آمن به وعلى رأسهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وعمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وحمزة بن عبد المنطلب، والمهاجرين الذين يفدونه بأنفسهم وأموالهم، وآواه بعد ذلك بالأنصار وعلى رأسهم سعد بن معاذ وسعد بن عبادة السعدان وبقية الأوس وبقية الخزرج الذين آووه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل إليه، وهكذا آواه الله عز وجل ونصره إلى أن مات صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، ودفن يوم الأربعاء، وما زالت أمته تحبه وتصلي عليه وتثني عليه الخير عليه الصلاة والسلام. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم ضالا يوم من الأيام؟ نعم.
كلكم ضال إلا من هديته. والضال بمعنى الجاهل الذي لم يكن عنده علم، وكل الناس لم يكن عندهم علم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم القرآن قبل أن يوحى إليه؟ ما كان يعلم، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. ووجدك عائلا فأغنى، العائل الفقير، كان النبي صلى الله عليه وسلم فقيرا فأغناه الله. كيف أغناه وبما أغناه؟ هنا تترجح أو يترجح التفسير أن الغنى غنى النفس وليس غنى المال. النبي صلى الله عليه وسلم هل كان غنيا مترفا أو كان فقيرا أو لم يكن فقيرا ولا غنيا؟ هو كان غني وكان من أغنى خلق الله بالله، لأنه لو أراد الجبال أن تكون ذهبا لكانت، وقد عرض عليه أن يكون ملك رسول والجبال تصير له ما بين ذهب وفضة، أو يكون عبدا رسولا فاختار أن يكون عبدا رسولا. فالغنى الذي أغناه الله به هو غنى النفس، أن نفسه لا تنظر لشيء من الدنيا، وهذا هو أمر الله له. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. فما كان ينظر إلى الدنيا. ولما دخل عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم في مكانه الذي أعد له في المسجد، وقد اعتزل نساءه شهرا، وكان ينام على حصير من أعواد، وقد أثر الحصير في جنبه الشريف عليه الصلاة والسلام. فنظر إليه عمر فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الحال، ينام على حصير من أعواد ليس بينه وبين فراش، حتى إن هذا الحصير بين العود والعود الحصى يدخل فيصل حصيات التراب بجسد النبي صلى الله عليه وسلم تلتصق بها، وأثر الأعواد في جسده، وعند رأسه صحن فيه قليل من الشعير لم يقشر، ومكان حار والمدينة شديدة الحرارة، والنبي صلى الله عليه وسلم من شدة الحرارة فسخ الثوب ولم يترك عليه إلا إزارة. رأى عمر هذا المشهد فبكى، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر ما يبكيك؟ ليش تبكي؟ قال: يا رسول الله، تذكرت كسرى، هذا رئيس الفرس ملك الفرس، وقيصر ملك الروم، والمقوقس ملك مصر، وما هم فيه من الخز والقز والياقوت والديباج والدنيا التي عندهم، وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أفضل منهم على مثل هذا الحال. فكان النبي صلى الله عليه وسلم متكئ وجلس، قال: ما هي يا عمر؟ أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ والله يقول: ولا الآخرة خير لك من الأولى، الأولى أن تنتهي منتهية، مهما ملكت ستخرج كما دخلت. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، دخلتها قابض يديك تخرج منها باسط يديك، لا تملك شيء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان غنيا بالله، والغنى بالله هو الغنى. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته انتهى، كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطين، ولئن استعاذني لأعذن. ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. لماذا قهر اليتيم ونهر السائل؟ لماذا لم يقل وأما السائل فلا تقهر؟ السائل ممكن يكون أقوى منك جسد، لكن اليتيم دائما يكون ضعيف، واليتيم قد يكون أغنى منك، يمكن ورث من أبوه مليارات وهو يتيم صغير ضعيف، والسائل قوي ولكن ليس عنده شيء. فجاءت لا تقهر اليتيم،
وجاءت لا تنهر السائل، تنهر باللسان وتقهر باليد. فاليتيم معاملة اليد معه بالمسح هذا ضد القهر، وذلك المسح على رأس اليتيم من العبادات، والسائل المعاملة معه باللسان قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. بعض الناس يتصدق ويدفع فلوس ويكتب شيكات لكن يمررها بلسانه، يعني أجره يروح بالمن والأذى. احنا ما كتبنا لك شيك باليوم الفلاني، احنا ما أعطيناك، أنت ما تشبع، أنت ما تمل، أنت 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 أنت. فإذا به يذهب أجره بلسانه. فإذا عملت صدقة أو خير أنسى. عائشة رضي الله عنها كانت إذا أرادت أن تصدق أن تتصدق تغمض عيونها ما تشوف اللي تعطي أصل، وتسد الباب ما تريد تسمع دعاء لها. قالوا لها يا عائشة يدعي لك أو تدعي لك، هذه اللي تصدقتي عليه وهذا تصدقت عليه يدعي لك. قالت لا أريد أن أسمع، أخشى أن يكون ذلك من المن أو يكون من الجزاء أو يكون من الشكور. ثلاث، ويطعمون الطعام على حب مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء. جزاك الله خير هذه جزاء، الله يجزيك خير جزاء لا نريدها، ولا شكورا شكرا لا نريدها. وأيضا ما يريدون أن يمنوا، لأن بعض الناس إذا أعطى العطية يقعد، دفع له 100 ريال وجاب القائمة ادعي لولدي ادعي لبنتي ادعي لزوجتي ادعي لابن عمي، ولا المسكين يدعي يدعي لنطفش يقول يا أخي خذ فلوسك وما ندعي لك ولا طفش. ولذلك الواحد يفعل المعروف وينسى. وأما السائل فلا تنهر، هذا السائل في الدنيا، فكيف السائل في الآخرة؟ بعض المشايخ أو بعض طلبة العلم، ما نقول مشايخ، طلبة العلم عندما يقرأ مسألة أو مسألتين ينتفخ، يجي واحد يسأل في الدين ما حكم ما حكم، خلاص كلم وقت آخر. وإذا به يمنع العلم عن السائل، يا أخي الذي أعطاك العلم ممكن يأخذ منك ويعطيه لغيرك، هو أمانة أوصلها، إذا سئلت فأجب كما إذا أعطاك المال وسئلت فأعطي. والكرم بالعلم لا يقل أهمية عن الكرم بالمال، بل أرى أنه أهم، لأن الكرم بالعلم صدقة جارية، علم ينتفع به تعطيه وهو يعطي لغيرك إلى قيام الساعة. وصدقة بالمال قد تنتهي بوقتها، أطعمته وانتهى، لكن علمته فعلم غيره فغيره علمه وهكذا إلى قيام الساعة. العلم تنفق منه فلا ينتهي، والمال تنفق منه فينتهي. وأما بنعمة ربك فحدث، هذه الآية التي ختمت هذه السورة، وأما بنعمة ربك فحدث. ما هي نعمة الله التي يحدث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هي أولا الإسلام، الإسلام أكبر نعمة، وهذه الآية تأمرنا جميعا أن نتحدث بالإسلام وأن ندعو إلى الإسلام، وأن يكون كل واحد منا إسلام يتحرك على وجه الأرض. وأتممت عليكم نعمتي، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم بالإسلام، يعني تحدث بالإسلام. طيب افتح كتب الحديث عن أي شيء يتحدث النبي صلى الله عليه وسلم، لا يتحدث النبي صلى الله عليه وسلم إلا عن هذا الدين، كل أحاديثه دين. إذن إذا كان كل حديثه دين فقد صدق قول الله وأما بنعمة ربك فحدث. طيب حديثي أنا وحديثك أنت عن إيش؟ إذا لم يكن حديثك كله عن الدين، اجعل في حديثك حديث عن الدين، تكلم عن الدين. طيب إذا ما كان تعرف شيء عن الدين، تعلم الدين حتى تتحدث عنه. هذه النقطة الأولى. وأما بنعمة ربك فحدث، أي بكل ما أنعم الله عليك به من النعم بعد الدين أيضا تحدث به. بعض الناس يخفي النعم، تجده ملياردير مليان فلوس، وإذا سألته يقول لك والله ما عندنا شيء، والله ما في شيء. هذا لم يحدث بنعم الله، وهذا كفر بالنعمة.
دخل إبراهيم عليه السلام على زوجة إسماعيل الأولى، وإسماعيل رجل صياد يروح يصيد ويجيب اللحم ويجيب الخير، قال له ما طعامكم؟ المفروض تقول طعامنا اللحم لأن زوجها صياد. قالت له لا طعام لنا، ما عندنا طعام. ما شرابكم؟ طيب عندها ماء زمزم، المفروض تقول الماء. قالت له لا شراب لنا، هي تبغاه يروح ما تبي يجلس. لو قالت اللحم يعني مخيلتها، لو قالت اللحم والشايب يبغى لحم قال أعطوني طعام، تخاف من كذا. أو قال طعامنا الماء يقول أعطني نشرب، هي لا تريد لا تطعم ولا تسقيه، ما تحدثت بالنعمة. ما طعامكم؟ لا طعام لنا. ما شرابكم؟ لا شراب لنا. وين أبوكم؟ ذهب. قال لها إذا رجع قولي غير عتبة دارك. قالت أكيد العتبة تحت ذهب والله تحت كنز، خلينا ما يجي نقول. جاء إسماعيل عليه السلام وجد أثر إبراهيم، قال له جاكم أحد؟ قالت له شايب صفته كذا كذا. إيش قال لك؟ سألنا عن طعامنا عن شرابنا، قلت له ما في ما في. طيب إيش قال لك؟ يقول لك غير عتبة دارك، قال أنت العتبة وقد وذاك أبي وقد أمرني بطلاقك، الحقي بأهلك فأنت طالق. يلا طلقها لأنها ما شكرت النعمة. جاب الثانية بنت سيد جرهم، وجاء إبراهيم ونفس الأسئلة، ما طعامكم؟ أي طعامنا اللحم. ما شرابكم؟ شرابنا الماء. أين زوجك؟ ذهب يصطاد، تفضل. قال الله يجزيكم خير، اللهم بارك لهم في طعامهم وبارك لهم في شرابهم، إذا جاء زوجك قل له ثبت عتبة ذلك، تحدثت بنعم الله فثبتت، صارت جدة محمد صلى الله عليه وسلم، وصارت دعوة إبراهيم وإسماعيل وهم يبنون الكعبة تصدق عليها. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. بعض الناس يكون عنده ملايين وتسأله فيقول ما عنده شيء، ويعود عنده خير وتسأله ما عنده شيء، وعنده علم وتسأله ما عنده شيء. فالتحدث بنعم الله شكر. اللهم إنا نسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل، أو نذل أو نذل، أو نزل أو نزل، أو نظلم أو نظلم، أو نعتدي أو يعتدى علينا، أو نكتسب خطيئة أو ذنبا لا تغفره. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير الدنيا وخير الآخرة وخير ما بينهما. اللهم إنا نسألك الخير كله، أوله وآخره، ظاهره وباطنه، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. ونعوذ بك من الشر كله، أوله وآخره، ظاهره وباطنه، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم عاف مبتلانا ومبتلى المسلمين. اللهم إنا نسألك نصرا مؤزرا من عندك لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان وفي كل زمان. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أن تنصر المظلومين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في كل مكان. اللهم عليك بأعداء هذا الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اجبنا أرنا عجائب قدرتك في أعداء هذا الدين. اللهم إنهم قد أتوا بقوتهم وعتادهم ليفسدوا في الأرض ويكثروا فيها الفساد. اللهم عليك بجيوش الروس، عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم لا تدع لهم طائرة إلا أسقطتها، ولا باخرة في البحر إلا أغرقتها، ولا بارجة في البر إلا فجرتها. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم عليك بجيوش الروافضة، وعليك بكل جيش يحارب كتابك وسنة رسولك وأمة نبيك. اللهم احفظ المسلمين من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعيذهم بك اللهم أن يغتالوا من تحتهم. اللهم رد المسجد الأقصى إلينا ردا جميلا، وارنا عجائب قدرتك في اليهود الغاصبين المعتدين. اللهم سلط عليهم جندا من جنودك. اللهم سلط عليهم ما لا قبل لهم به. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.
والحمد لله رب العالمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.